عامر، إقليم الجديدة، جماعة ولاد حسين. حنا ثلاثة أربعة الإخوان مكفوفين من البصر، محتاجين للمساعدة. حنا خويا كنا أربعة الإخوان، واحد توفى بالمرض، مرض في 2005 نهار 23 في شهر واحد توفى. خويا حنا الوالدة عندنا في عمرها 68 عام، كتعاني من أمراض السكر. حنا دابا ما كاينش اللي كيحن علينا وما كاينش اللي يساعدنا، وطالبين المساعدة من سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حنا ما عندناش، حنا ضايعين من بطاقة الرمي، ضايعين من بطاقة الإعاقة، ما عندنا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى. ولي أنا وجهت هذا النداء ديالي لصاحب الجلالة والمحسن والمحسنين والمحسنات، باش اللي بغى يعاوننا راه يتصلوا بيا بالتليفون ويعيطوا عليا ويمشيو عندي البلاصة اللي كنسكن فيها. رمضان غير الأبواب دابا إن شاء الله، وما عندناش، وحنا راه ثلاثة الخوت، اللي بغى يمشي عندنا يشوفنا.